قال وتدريس علم، والمقصود بالعلم العلم الشرعي، لأنه لا يخلو من ذكر الله. طالما أنه علم شرعي إذن سنصلي على النبي، سنقول سنذكر الله تبارك وتعالى، إذن يستحب له الوضوء. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يتوضأ ويتطيب للدرس رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصد أن العلم الشرعي لأنه طبيعي جدا أنه فيه ذكر لله تبارك وتعالى يستحب الوضوء لأجل ذلك.